أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، وكنا نقرأ في التوبة، والإمام ختم فصل التوبة أو عقبة التوبة بفصل جمع فيه شأن التوبة كلها وأدبها وما تكون به التوبة مقبولة ورجاء القبول يكون فيها أكثر من غيرها. قال: فصل. وجملة الأمر أنك إذا ابتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كلها بأن توطنه على ألا تعود إلى الذنب أبدا. جعل النفس والقلب شيء واحد، هو شيء واحد، لكن النفس داخلها أربعة أشياء، واضح؟ في أربعة أعداء داخل النفس، منها إيه؟ داخل النفس، النفس نفسها، أن توطن قلبك على ألا تعود إلى الذنب أبدا البتة، أي قطعا، إلا ما كان منك في علم الله تعالى على وجه علم الله سبحانه وتعالى، صدق عزمك من قلب نقي، وترضي الخصوم، أنك أنت تتوجه بقلب نقي، طهر قلبك بقى من كل شيء. يكفي أنك أنت في تطهير قلبك أنك إيه؟ تتوجه إلى الله، ولا تلاحظ إلا الله، لا تراقب إلا الله تعالى وأنت متوجه في توبتك. وترضي الخصوم بما أمكنك، قلنا كما أمكنك في الفصل السابق، وتقضي الفوائت بما تقدر عليه، وترجع في البواقي إلى الله سبحانه وتعالى. وترجع في البواقي، أي من عمرك في الواجبات وفي ترك المعاصي، إلى الله سبحانه وتعالى بالابتهال والتضرع ليكفيك ذلك. يكفيك شأن الطاعة أن تستمر في الطاعة، وشأن المعصية أن إيه؟ تترك المعصية، ثم تذهب فتغتسل وتغسل ثيابك وتصلي أربع ركعات كما يجب. قلنا ده في حديث بيقول إيه؟ أن إيه؟ أصلي ركعتين أو أربعا، في رواية أربعا، ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة. إن هنا يبين لك أحكام الشافعية عند صلاة التوبة، إن صلاة التوبة تندرج في أي صلاة، فصلاة التوبة ليست صلاة مقصودة لذاتها، وإنما تندرج في فرض أو في نافلة، ها؟ وإن أقلها ركعتين وأكملها أربعا كما ورد في الحديث، وإنها تندرج لأنها غير مقصودة لذاتها، خلاص، فإن أنت فصلتها لوحدها جاز وكان أفضل، خلاص، زي بالظبط زي تحية المسجد، إنها غير مقصودة لذاتها تسقط بأي ركعتين، ها؟ صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، كل دي صلوات غير مقصودة لذاتها، سنة الوضوء، كل دي صلوات غير مقصودة لذاتها على مذهب الشافعية، وإنما تقع بأي أي ركعتين، ماشي، ولو غير مقصودتين. واحد صلى سنة المغرب وبعدين الله ده أنا كنت عايز أستخير في حاجة، فجال إحساس بالاستخارة ده أثناء الصلاة بعد ما أحرم ولا حاجة، بعد الصلاة يقول دعاء الاستخارة، وقد تحقق بالركعتين دول أنهما يكونان سنة للاستخارة أو لصلاة الحاجة أو ما إلى ذلك، ماشي. وتصلي أربع ركعات كما يجب، أي تحقق فيهم الخشوع والخضوع بقدر إمكانك، وتضع وجهك على الأرض في مكان خال لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تجعل التراب على رأسك كامل، دول الكمل كان زمان بيصلوا في أماكن فيها تراب زي الخلوة، الخلوات اللي تجدها في إيه؟ والخنكات، عارف الخنكات؟ تجد في مسجد السلطان حسن وأنت ماشي كده في المدخل تلاقي مكان كده في الجنب، ها؟ بتطرب قوي ولا يسع الا انسان يقعد فيها، دي خنقاء كان واحد يقعد يعتكف فيها ما يخرجش ولا يشوف بشر الا الوقت الفرائض يصلي الفرض ويرجع تاني، خنقاء، خلاص. فدي كانت بتحقق الخشوع والخضوع بانه ينقطع عن العالم، خلاص، الى رب العالمين طبعا، لانه مستحضر ان هو في حضره الله تعالى. ثم تجعل التراب على راسك وتمرغ وجهك الذي هو اعز اعضائك في التراب بدمع جار وقلب حزين وصوت عال، وتذكر ذنوبك واحدا واحدا. الصوت العالي هنا هذا ليس مخالفا للاحاديث التي ايه؟ ها؟
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما أركبنا إنما تدعون سميعا بصيرا. لا الصوت العالي معناه الحديث الآخر بتاع سيدنا موسى، كان رأيت موسى يحج على جمل أحمر وله جؤار يجأر إلى الله تعالى. يعني هذا من باب ما ينبعث من الإنسان إنك بتتمسك وتتعلق وتجأر إلى الله تعالى وتتعلق به سبحانه وتعالى. وصوت عال وتذكر ذنوبك واحدا واحدا ما أمكنك، وتلوم نفسك العاصية عليها وتوبخها وتقول أما تستحين يا نفس، أما أنا لك أن تتوبي، ألك طاقة بعذاب الله سبحانه وتعالى، ألك حاجة بسخط الله سبحانه وتعالى، أنت محتاجة لسخط الله. وتذكر من هذا كثيرا وتبكي عشان يتحقق إيه اهتزاز القلب والإيه انبعاثه إلى التوبة، انبعاثه إلى التوبة الصادقة. ثم ترفع يديك إلى الرب الرحيم سبحانه وتعالى وتقول، أو ده معنى اللي جاي ده بقى هي معنى المناجاة، وهي أقصى من أقصى مقامات إيه الوهب لله تعالى، أن تناجي الله تعالى بما هو أهل له، ها، وتظهر عجزك أمامه سبحانه وتعالى. فالمناجاة دي معناها إيه؟ بتظهر ها بتنزيه الله وتقديسه وتمدحه بما هو أهله سبحانه وتعالى. ها ما من أحد من يبيح من الله سبحانه وتعالى يحب كده، كما ورد في الحديث إنك تمدحه سبحانه وتعالى. وإيه ودي معنى المناجاة، بتوصلك لحالة من الكمال، ودي يعني يختص الله بها تعالى صفوة من عباده إن هما يناجونه، ودي من أعلى درجات الوهب. ها فمش كل إنسان بيحس بمعنى المناجاة الذي يظهر مقام العبودية لله تعالى، ها، ويظهر مقام الربوبية لله سبحانه وتعالى، أنه قائم عبد لله تعالى في مقام في إظهار صفات الربوبية. وتقول ثم ترفع يدك إلى الرب الرحيم، فوصفه سبحانه وتعالى بالرحمة لأنك أنت في مجال تطلب فيه الرحمة سبحانه وتعالى، وتقول إلهي عبدك الآبق رجع إلى بابك. دي مناجاة عجيبة بتاعت الإمام الغزالي، دي ممكن تطبعها كده وتقعد تقرأها كل ليلة مرة، تبقى حلوة أوي، تبقى ورد ليلي تقرأ الإيه مناجاة دي، مناجاة الإمام الغزالي في التوبة دي. عبدك الآبق أي الفاض منك، لما وجد لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك رجع إلى بابك الله سبحانه وتعالى. عبدك العاصي رجع إلى الصلح، ها، التائب وحبيب الرحمن. عبدك المذنب أتاك بالعذر، ما ليش عذر يا رب، لكن أنت بتقبل العذاب كله فاقبلني من غير عذر سبحانه وتعالى. فاعف عني بجودك، محض الوجود، إن العفو ده محض جود الله تعالى. وتقبلني بفضلك، وليس عن إيه توبة ولا حاجة، أنت تقبل من شئت بما شئت. وانظر إلي برحمتك، اللهم اغفر لي ما سلف من الذنوب واعصمني فيما بقي من الأجل، فإن الخير كله بيديك وأنت بنا رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ثم تدعو دعاء الشدة، دعاء الإمام الغزالي في الشدة، يقول إيه، وهو يا مجلي عظائم الأمور، مجلي يعني مذهب ومزيل عظائم الأمور، يا منتهى همة المهمومين، أنت مقصود المهمومين، يا من إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أحاطت بنا ذنوبنا وأنت المذخور لها يا مذخورا لكل شدة، أحاطت بنا ذنوبنا وأنت المذخور لها يا مذخورا لكل شدة. فهو المنجي، منجيك بالتوفيق إلى الطاعة، ها، وبعصمتك من الوقوع في المعصية. كنت أدخرك لهذه الساعة، أي لساعة التوبة، فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. فقرن التوبة بصفات التوبة والرحمة. ثم أكثر من البكاء والتذلل والتضرع، وقل يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل سبحانه وتعالى، كل الخلق بتسأله وهو يجيب كل الخلق سبحانه وتعالى، كما يرزقهم في وقت واحد يجيب سؤالهم في وقت واحد، ويقضي حوائجهم في وقت واحد، ويحاسبهم في وقت واحد،
يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، لا يتبرم سبحانه وتعالى بإلحاح الملحين، فإن بني آدم إذا سألته ضجر السؤال، بينما المولى عز وجل إذا لم تسأله غاضب، ده هو أصلا يريدك أن تسأله. يا من لا يبرمه أي يجعله يبرم، يتبرم بالأمر أي يضيق به إلحاح الملحين، بل إن في حديث تدل على إيه؟ إن الله يحب الإلحاح في الدعاء والطلب. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هتبص تلاقي برد العفو ده تحس بطمأنينة، هي دي برد العفو، إن قلبك اطمأن بالله ولجأت إليه وفوضت أمرك إليه وأسلمت نفسك إليه، خلاص يبقى ده البرد، تحس بسكون وراحة وطمأنينة كده. إيه هو الدعاء ده؟ كل يوم بالليل هتبص تلاقي الحالة دي تحصل. أدخنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم تستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. دخلت بمقام إيه بقى؟ ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء مقبول بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوني كقدح الراكب، ها؟ واجعلوني في أول كل دعاء وآخره، وفي رواية في أول كل دعاء وفي أوسطه وفي آخره. ثم تستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، لجميع المؤمنين والمؤمنات، عشان هي تنزل مقام إيه؟ الأبدال. فالأبدال دول قوم يستغفرون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان دعاؤه عاما للأمة فهذا شأن الأبدال. اللهم اغفر لأمة محمد مغفرة عامة، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم أكرم أمة محمد كرامة عامة. ده دعاء الأبدال، ندعو للمؤمنين كلهم. وهذا الدعاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر، وهو أنه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها العبد في التشهد يعني أصابت كل عبد مؤمن في السماوات والأرض. شوف لكن إيه أهو، اللهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كله الأموات والأحياء واللي هيجوا بعد كده والملائكة والأنبياء والرسل والبشر المؤمنين وهكذا. وترجع إلى طاعة الله عز جل جلاله، فتكون قد تبت توبة نصوحة، وقد خرجت من الذنوب طاهرا كيوم ولدتك أمك، مصداقا بأن التوبة تجب ما قبلها، تمحو جميع الذنوب اللي انت تعرفه اللي انت بتعرفوش. خلاص كما قلنا في الحديث ايه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، الاستغفار لما لا نعلم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجله علانيته وسره، هكذا حديث ورد كثيرا. وأحبك الله سبحانه، لأن الله يحب التوابين، ولك من الأجر والثواب وعليك من البركة والرحمة ما لا يحيط به عند الله تعالى، ما لا يحيط به وصف الواصفين، وحصل لك الأمن والخلاص، ونجوت من غضبه وغصة المعاصي، ونجوت من غضب الله تعالى وغصة المعاصي وبنيتها في الدنيا والآخرة، وكنت قد قطعت هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله ولي الهداية بمنه وفضله. ده كله إيه؟ بمحض المن والفضل من الله تعالى، ها؟ ونكون قد انتهينا كده من عقبة إيه؟ التوبة، ونتكلم عن العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. عقبة العوائق، في أسئلة الأول ما نبتدي نشرع في عقبة العوائق، كله تمام؟ طيب الدعاء ده يا ريت تحفظوه وتاخدوه ورد ليلي حلو جميل قبل ما تنام تقوله، من ضمن الأذكار والأدعية المناجاة بتبقى عجيبة دي. قال الإمام رحمه الله تعالى: العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. لما أنت حصل لك العلم وحصل نتيجة العلم اليقظة، وبعدين اليقظة أديت إلى التفاتك إلى ماضيك، فوجدت أشياء كانت مخالفة بترك طاعات أو فعل معاصي أو أكل حقوق البشر، فبرئت من ذلك كله بالتوبة. خلاص، والتوبة حالة قلبية لازم أن تتحقق أولا، لأنك وأن تكون التوبة كما قال في شرطها لله تعالى. فلو تبت لأن البشر مطلعين عليك وخايفين إن هم يروك على معصية تبقى مش توبة، واضح؟ أن تكون خالصة لله تعالى. فإذا تحققت بهذا المعنى في قلبك كانت في توبة صادقة وقبلت منك. بعد كده ينتقل إلى العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق.
ثم عليك يا طالب العبادة، قلنا كل المراد من هذا كله انك انت تعبد الله، ها، فتقيم نفسك في مقام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. فايه الاول اول عقبة، عقبة العلم، وبعدين التوبة، وبعدين ايه العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. ثم عليك يا طالب العبادة، ما قالش يا طالب العلم، هل طالب العبادة المقصود في الاخر العبادة، إقامة نفسك في العبادة لله تعالى. ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله تعالى بدفع العوائق حتى تستقيم عبادتك. وقد ذكرنا أن العوائق أربعة، أحدها الدنيا وما فيها، ودفعها إنما بالتجرد عنها والزهد فيها، وإنما لزمك هذا التجرد والزهد لأمرين، أحدهما لتستقيم لك العبادة وتكثر، فإن الرغبة في الدنيا تشغلك، أما ظاهرك فبالطلب، وأما باطنك فبالإرادة وحديث النفس، وكلاهما يمنع العبادة، فإن النفس واحدة والقلب واحد، فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده. وإن مثل الدنيا والآخرة كمثل الضرتين، يا الضرتين بالفتح على ما أعتقد، يعني إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب، بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن الآخر. أما شغلها في الظاهر فقد روينا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: زاولت أن أجمع بين العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فأقبلت على العبادة وتركت التجارة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كانتا مجتمعين لأحد غيري لاجتمعتا لي لما أعطاني الله سبحانه وتعالى من القوة والدين. فإذا كان الحديث كذلك فأضر بالفانية واختر السلامة والسلام. وأما شغلها بالقلب وهو الباطن لمكان الإرادة، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما بقي على ما فني، على ما يفنى. فبان لك أنه إذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بإرادتها فلا تتيسر لك العبادة حقها. وأما إذا زهدت فيها فتفرغت بظاهرك وباطنك فتيسر لك العبادة، بل تعاونك أعضاؤك عليها. وقد روي عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العبد إذا زهد في الدنيا استنار قلبه بالحكمة وتعاونت أعضاؤه في العبادة. فهذه والثاني من الأمرين، طيب، أنه يكثر قيمة عملك ويعظم، أنه يكثر قيمة عملك ويعظم قدره وشرفه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان من رجل عالم زاهد قلبه خير وأحب إلى الله عز وجل جلاله من عبادة المتعبدين إلى آخر الدهر. لا، نأخذ حتة. طيب، قال العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. ثم عليك يا طالب العبادة، إن المراد وفقك الله تعالى بدفع العوائق حتى تستقيم عبادتك. وقد ذكرنا أن العوائق أربعة، أحدها الدنيا وما فيها، ودفعها دفع الدنيا إنما هو بالتجرد عنها والزهد فيها. التجرد عنها، طيب، هنا المراد عند المتأخرين المربين قالوا إن التجرد ليس معناه الترك، واضح؟ كما مثلا سيدنا الشيخ الشعراوي يقول إيه في التوكل حال من أحوال القلب، طيب، والجوارح بتعمل، فقال إيه عشان يجمع بين الاثنين رضي الله عنه وأرضاه، يعني من كلامه العجيب، يعني القلوب تتوكل والجوارح تعمل. انت قلبك خليه شغال في التوكل وجوارحك بتعمل، ها، اشتغل في المجال اللي انت فيه،
بس لا تجعل قلبك معلق بهذا المجال، انما اجعل قلبك متوكل على الله، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، فتتعلق بهذا المعنى، تشغل قلبك بان ربنا هو اللي بيرزق سبحان الله. ها، وان ايه، وانك لكن جوارحك تعمل، ففي فاصل بين الجوارح وبين القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. كلمه الشيخ الشعراوي دي عجيبه، ولذلك القلوب تقوم بها الصفات الجميله والجوارح ينتج اثر ذلك على الجوارح، حسن معاملة الناس، حسن العمل وما إلى ذلك، فينتج ذلك. طب وإنما هو بالتجرد عنها، أي عن الدنيا، ما تتجردش عنها، لأن لسنا أهل التجرد عنها، إنما كان في قبل ذلك بعض، كان قبل ذلك في الخلوة الأربعينية والخلوة، التدرب على الخلوة، أن تختلي إلى الله، وزي ما كنا بنشرح نقول إيه الخنقاء يدخل فيها الإنسان، دايما يخرجش إلا للصلوات الفرائض عشان إيه يسقو قلبه صفاء عالي بسرعة. لكن احنا لا نتمكن من ذلك، لان ننفي كلامنا عن الدنيا، ما فيش حد يقدر يختلي الان، كل واحد له اعمال الا المال، فاللي نادر ده يختلي، عايز يختلي يختلي، بس برضه الخلوه لها شروط، ها، واداب لازم يتعلمها. طيب، وانما ترك الدنيا ودفعها انما هو بالتجرد عنها والزهد فيها، اي الزهد برضه لا حاله قلبيه وليس ترك للدنيا. ما ممكن يبقى ترك للدنيا وبعدين لما ينزل يتفرج على اهل الدنيا يجد ان عنده طمع في قلبه فيما ايديه، يبقى ده مش زهد، ده حصل عنده عكس، ان هو ما تعرض لاهل الدنيا ابتدى ايه يتطلع وينظر بقلبه الى ما في ايديه، اقول له ده مش زهد بقى، ده انت كده بتغش نفسك، بتخدع نفسك. وانما لازمك هذا التجرد والزهد لامرين، قلنا الزهد حاله قلبيه، ها، ان هو يستحضر عدم انشغال قلبه بالدنيا بصفه دائمه، انما ايه يستحضر ان هو يريد في الدنيا، لانه ما انت لو عايز تتوسع في اي شهوه من شهوات الدنيا لن تستطيع، والا هتعود عليك اولا بتحريم، ها، وبامراض. تعالى كده اطلق نفسك للاكل لغايه الشبع كل يوم، تصاب بقى بامراض القلب والسكر ومش عارف ايه وكده، لكن ايه كل واشرب ولا تسرف، خلاص أعلم ذلك بقى أن تقصد بطعامك وشرابك ونومك العبادة لله تعالى، اللي هو المقصود ده، مقصود العبادة، إنك إيه كما يقول لنا الشيخ عبد العزيز الشريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد مشايخنا يعني، فكان يقول إيه، إن طرق الباب على أحد الصالحين فردت الجارية من بالباب، فقال فلان، قالت إنه في ورده من النوم، ده عامل ورد نوم، ورد يعني إيه النوم ورد سواد، بإمامة من أجل أن تصح عبادته ويستكملها، ها، على أكمل وجه ممكن، فيبقى ورد النوم نام ليتقوى على العبادة، يبقى ده النوم فيه عبادة، خلاص. وإنما لازمك هذا التجرد والزهد لأمرين، أحدهما لتستقيم لك العبادة وتكثر، إن العبادة تبقى على أكمل وجه وتكون كثيرة، أي ما خلقت من أجله، فإن رغبتك في الدنيا تشغلك، اما ظاهر الرغبه في الدنيا بقلبك وبجوارحك، ما هو انت اللي لما القلب هينشغل تماما بالرغبه في الدنيا هتنبعث الجوارح لطلبها الى اقصى درجه ممكنه، فالعبره بحال القلب. فان الرغبه في الدنيا اي الرغبه القلبيه، احنا هنا بنتكلم عن اصلاح القلب، فان الرغبه في الدنيا تشغلك، اما ظاهرك فبالطلب، ظاهر جوارحك بتسعى بقى بقدميك الى الطلب في الرزق وما الى ذلك، واما باطنك اللي هو الحاله القلبيه فبالاراده، فبالاراده اي توجه اراده القلب الى طلب الدنيا، خلاص. وحديث النفس، النفس بقى تتحدث وتنشغل، ها، النفس ايه بطلب الدنيا، ها، طب هحصلها ازاي، طب ايه اكثر احسن كيفيه لتحصيل الدنيا وما الى ذلك. وكلاهما اي الانشغال الظاهر والباطن يمنع العبادة، اي مش يمنع العبادة مطلقة، بل عند الفساق يمنع العبادة مطلقة. واحد يقول لك انا بشتغل 18 ساعة هلا اصلي فين؟ واصوم ازاي؟ مش اصوم ولا اصلي، ليه؟ شغلته بقى الدنيا شغل تام، وهنا اعمد قلبه وصدته عن سبيل الله، فيحصل طمس على بصيرة القلب فلا يرى الحق، فيفضل كده الى ان يهلك مع الهالكين. لكن اللي عنده نوع من اليقظه شويه يبقى ممكن الدنيا تشغله لا مانع، لكن لا تشغلك عما خلقت من اجله، وعلى الاقل الفرائض. فما يجيش واحد من العوام الفساق يقول لي انا مشغول ليل نهار،
انا الاقي وقت اصلي فيه. كان سيدنا الشيخ العدوي يقول لي انت مش بتدخل دوره الميه؟ يقول اه. قال له زي ما بتدخل دوره الميه تودي وصلي الفرض، وصلي الفرض. لما يقول له مش قادر الاقي وقت اصلي الفرض، رضي الله عنه وارضاه الشيخ العدوي، يقول له مش وقت اصلي الفرض. قال له مش بتضمن بتحس انك عايز تدخل دوره الميه؟ يقول له اه. يقول له طيب زي ما تدخل دوره الميه اتوضى وصلي الفرض، ما هي دي ضروره ودي ضروره. خلاص. فايه لو شغلتك هذه الدنيا عن ما فرض ما الفرائض والاركان، ها يبقى ده خلاص انت كده تكاد تكون مع الهالكين. يبقى لا تشغلك عن الفرائض والاركان اول حاجه، كنوع من ايه انك الاستقامه، بدايه الاستقامه، ولا الا تكون مش من اهل الاستقامه مطلقا. خلاص. فاذا انت بقى اردت ان تسلك الى الله تعالى وترتقي في القرب منه، تبتدي تاخد الطريق ده. يبقى ان الرغبه اي انبعاث القلب في طلب الدنيا تشغلك، اما ظاهرك فبالطلب بالجوارح، واما باطنك فبتوجه القلب وارادته وحديث النفس في ايه. اصبح كل نفس تحدده كيف تحدثه، تدور نفسه في ايه، تحدثه دائما في طلب الرزق وما الى ذلك. وكلاهما يمنع العباده، اما يمنع اصل العباده وده حرام، ها، بانه لا يؤدي الفرائض، او يمنع كمال العباده وده مكروه. ماشي. عليك السلام سيدنا. اتفضل مولانا. ومنع كمال العباده يعني واحد يصلي الفرائض بس، اقول له اه بس انت كده تارك سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت خلقت لايه؟ للعباده. يقول له لا، انا خلقت عشان اعمل. اباء انت خلل في العقل وفي الدين، انما خلقت لعباده الله تعالى، والله هو الرزاق ذو القوه المتين. ها، فالرزق والايام مضمونين ومحدودين، مش هتزود رزقك ولا هيقل، ولا اجرك في الدنيا هيقل نفس او يزيد نفس واحد عما قسمه وقدره الله لك. فان النفس واحده والقلب واحد، ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. خلاص. فاذا اشتغل بشيء اي النفس والقلب انقطع عن ضده. لكن دي في مراحل في هذا، يعني ليس الانشغال لو اشتغل تماما بالدنيا خلاص يبقى ترك كمان الفرائض والاركان ووقع في المعاصي، خلاص ده هلك. لكن ممكن ينشغل بنسبه الانشغال دي تتفاوت. اه مش هينشغل عن الفرائض، اقول له حلو يبقى انت كده ان شاء الله من الناجين، ها والله لا ازيد على ذلك ولا انقص، قد دخل الجنه وابيه ان صدق. قال ايه؟ افلح وابيه ان صدق عليه الصلاه والسلام. يبقى نسبه الانشغال التام بالدنيا تؤدي للهلاك، ان هو ما بيأديش الفرائض ولا ملتفت الى الله تعالى، ده ايه؟ ده في غفله خلاص، ده عنده يقظه ولا اي حاجه، ولا توبه ولا علم ولا حاجه. لكن لو كان الانشغال غلب عليه الانشغال بالدنيا بس بيأدي الفرائض، ناجي ماشي حلو. طب ده عايز بقى يزداد في القرب الى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى، انك تسأل ايه المولى عز وجل اعلى حاجه خلاص في جوار النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فإذا اشتغل بشيء انقطع عن ضده، لو القلب انشغل بشيء انقطع عن ضد هذا الشيء. وإن مثل الدنيا والآخرة كمثل الضرتين، زي اثنين متجوزين واحد، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب، بقدر ما تميل إلى أحدهما أعرضت عن الآخر، أي أصبحت بعيد عن الآخر، لو قربت من واحدة تبقى بعيد عن الثانية. وده حال البشر كلهم الا الانبياء والمرسلين، فالانبياء والمرسلين جمعوا بين الدنيا والاخره، ودي معجزه ليهم. فلا يستطيع انسان الا بقى يعني القائل من درجه الصديقين ده، وهتلاقيه في الاخر غلب عليه ايه؟ امر العباده والدين وايه؟ والزهد في الاخر. وانهما كالمشرق والمغرب بقدر ما تميل الى احدهما، اي تقرب منها اعرضت عن الاخر وكنت بعيد عنه. اما شغلها في الظاهر اي شغل الدنيا في الظاهر، فقد روينا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه، اي الشغل بالجوارح في ايه؟ في الدنيا. فقد روينا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال: زاولت ان اجمع بين العباده والتجاره، اي حاولت مارست، ها اردت فلم يجتمع، فأقبلت على العبادة وتركت التجارة. سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ف
فأقبلت على العبادة وتركت التجارة. وفي الحديث الدنيا طالبة ومطلوبة، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلب الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب دم الدنيا. طيب، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كانتا مجتمعين لأحد غيري لاجتمعتا لي لما أعطاني الله سبحانه وتعالى من القوة واللين. يعني لو كانت الدنيا والآخرة مجتمعين لحد لكان اجتمعت لي، وهو أمير المؤمنين أصبح أمير المؤمنين، فإيه تجتمع لمين غير أمير المؤمنين؟ لاجتمعتا لي لما أعطاني الله سبحانه وتعالى من القوة واللين. الله رضي الله عنه وأرضاه. فهو كان مشهور بالقوة والشدة رضي الله تعالى عنه. إن الشيطان إذا سلكت طريقا وسلك عمر طريقا سلك الشيطان فجا آخر بعيد عنه بالقوة بتاعه. واللين إن هو شوف، أما سيدنا أبو بكر كان عايز يقاتل أهل الردة فقال: كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما كانش عايز يقاتل أهل الردة للين بتاعه. سيدنا أبو بكر اللي وقف قال له: لا والله لو منعوني عناقا او عقالا منعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتم عليه. فكان ايه المشهور باللين كان شديد في وقت الحق سيدنا ابو بكر، والمشهور بالشده كان عنده لين للمعنى الذي ثبت عنده الى ان ايه، فما زال الامر به حتى يعني ايه ان ربنا اظهر له الحق، فاتبع ابو بكر في ايه، فاتبع ابا بكر في قتال اهل الرده، لكن كان عنده من اللين الشديد جدا، وكان وقفا عن حدود الله تعالى. فلما دخل عليه الحر بن قيس وقال: إيه يا ابن الخطاب، إنك لا تقسم بالعدل ولا تعطينا الجزل. فهم به عمر بن الخطاب فذكره ابن أخت الحر بن قيس وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فكان وعمر وقفا عند حدود الله تعالى فسكن غضب، كان شديد في اللين رضي الله عنه وارضاه. المفروض عايز مش هينتقم لنفسه، ده كان هيأدبه نتيجة
شغلها بالقلب. قال انه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لو كانتا مجتمعين اي الدنيا والاخره لاحد غيري لاجتمعتا لي لما اعطاني الله سبحانه وتعالى من القوه والدين. كان خليفه امير المؤمنين وفي نفس الوقت كان عنده امور الدين ما حدش، ثاني الخلفاء الراشدين، ثالث رجل في الامه في مقام الصديقين، ثاني رجل في الامه في مقام الصديقين بعد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول كان تجتمع عليه، لو كان اجتمع على حد كان اجتمع عليه، فهو صديق، متفق عليه انه صديق، وعلامات انه داخل في الصديقيه كثير. فاذا كان الحديث كذلك فاضر بالفانيه واختر السلامه، اضر بالفانيه واختر السلامه والسلام، واختر السلامه والسلام. وما شغلها بالقلب وهو الباطن لمكان الاراده القلبيه، الباطن هو الاراده القلبيه لمكان الإرادة فيما فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إرادة القلب، توجه القلب، عزم القلب، انقطاع القلب لهذا الأمر. فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما بقي على ما يفنى، فآثر ما يبقى على ما يفنى، فبان لك. رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبي موسى الأشعري، قال العراقي: رواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين. قال الزبيدي: وهو منقطع بين المطلب بن عبد الله وبين أبي موسى. طيب، وقد رواه كذلك القضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في الشعب، وقال المنذري: رجال أحمد ثقات وعند بعضهم ألا فآثروا بزيادة ألا للتنبيه. يبقى الحديث ده يكاد يكون حسن او صحيح بجميع طرقه. يقول ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم قال: من احب دنيا اضر باخرته، هما ضرتان، خلاص، ومن احب اخرته اضر بدنياه، فاثروا ما يبقى اي الاخره على ما يفنى اللي هي الدنيا. فباب لك انه اذا اشتغل ظاهرك بالدنيا وباطنك بارادتها، توجه القلب لاراده الدنيا، فلا تتيسر لك العباده حقها، اي ما تعبدش لا حق عبادتك. واما اذا زهدت فيها فتفرقت بظاهرك وباطنك، تتيسر لك العباده بقدر امكانك. يعني حول ايه؟ الصحابه كان منهم من يشتغل يتصدق، عندهم ماشيين يوم بيوم. ها، ممكن واحد يشتغل يبقى عنده طعام الغداء وما عندوش عشاء. هكذا كانوا يعملون الصحابه. طيب، فأما إذا زهدت فيها فتفرغت بظاهرك وباطنك، فتيسر لك العبادة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم.